صبحكم الله بالخير اعزائي متابعين. اليوم راح اصور لكم سوق الدراجات في اربيل. طبعا هذا الشارع سحوله شارع 60، مقابلكم ذاك البنايه الهلال الاحمر، هذا شارع 60 مقابل الهلال الاحمر، هذا الشارع سحوله شارع سوق الدراجات. هسه راح نبدا نصور به وندخل ونشوف شنو عندهم الاسعار، مثل اسواق بغداد لو تختلف. اوبو يعني طبعا عندهم قديم وعندهم جديد، كل شيء موجود. يعني هسه هذا ما اعرف حتى هوندا كلش قديم، ما اعرف شنو اسمها. عندهم هاي فورزات، طبعا اكو تصليح واكو بيع. هاي جماعه الستينات، بس الاغلبيه اللي متوفر عندهم هسه عندهم هم اوتوماتيك، بس كلش قليل. الاغلبيه اللي يرغبوها يرغبون الايراني الجير. طبعا هاي حلوه ما شاء الله، خوش دراجه بس ما اعرف شنو اسمها. هاي فورزا طبعا هم عندهم اكيد عندهم تصليح نفس ما عندنا. هاي هنا تصليح. طبعا من ضمن سوق الدراجات عندهم سوق البايسكلات صاير بصفه، وهسه هذا مثل ما تشوفون سوق الدراجات، سوق البايسكلات عفوا. طبعا البايسكلات هم اكثر عندهم، بس احنا مهما يكون نبقى اغراضنا اللي متوفره عندنا اكثر وحتى ارخص على الصور باسعار. هسه حاليا ما شفناها حسب اسعار البايسكلات. هسه راح ندخل المحلات هماتين نشوف الاسعار المتوفره عندهم الغراض دراجات. هاي فتش لو عادي؟ فتش؟ اصلي بس عجبت. يعني مو فتش، شو سعرها؟ 45. طبعا الخول ما عندهم اصليه كلش. والله اسئله فتش اكو عنده؟ فتش عندك فتش؟ انتم هالصانصات كلش حلوه. ماكو عنده. ماكو؟ بس فتش. هاي تنقال هي شي. والله هذول الكسرات تشوف قد صارهم. هاشان سعرها كم سعرها؟ هاي 10. بالله بس شوفن هاي مفتوح عندك بيدك بس؟ مفتوحة واقعة من هاي بالا لو جديد؟ بس قوية ترى. أظنها بالا. بالا. بيها درع بطنها ولا ما بيها؟ طبعا اكثر شيء المتوفر عندهم الجديد فقط الدراجات الايرانيه. السلام عليكم. هاي نعمه، الصور هاي اصليه نعمه. خمسة اوراق؟ 75 دولار. 75 هذا بي منافيس اوراق يعني يترقم له؟ لا قول له بالله. منافيس بي؟ يعني المفروض يترقم. اتصور النام الاصلي مو له. النام الاصلي نعم. سعره 5 اوراق و20 دولار؟ 70 دولار. 70 دولار. والله خلينا نشوف الباقات. وهذا والله شوف النام. سافان هاي هو. ايش سعره؟ سافان ايش سعره؟ 10 سعره. هذا 6 اوراق. سيفاني اغلى. سيفاني اغلى مو هذا موديل 21 الالكتروني. اه هسه صار الالكتروني مالت شو اسمه؟ هذا موديل 21. الكتروني. بس في هذا النظام السوبر ما ادري شنو. تشوبلس. تشوبلس. بس الاوراق الصور ما اعرف اذا نفس هاي الفكره مو ما يترقم. اذا نفس هاي مواصفات المركبه بس هم قال مانيفيس. اعتقد هم يسمونها مانيفيس. اعتقد. نكمل طبعا بالسوق. طبعا اكثر المتوفر لا عندهم بوكسر. يعني اي شيء غير الايراني الصور ما شفت عندهم. كهرباء ماكو شيء مبردة فيه فاليوم دثبت. يعني اذا ارسلنا واحد دولار. 17 نعم برو. بس هذا موديل 17 يعني 20 قديم هذا المفروض اقوى شنو؟ ما ادري كان هذا
قديم حسن قديم. اه او ان اكثر شيء ايراني اللي متوفر ايراني ايراني ايراني. واسعارها 5 اوراق 4 اوراق 6 اوراق بالزايد. هذا نفسه عشان سعرها 460 دولار. ها نفس السعر هي نفس الاسم. انا طبعا هاي هسه بالفتره الاخيره كلش مشهوره هاي الدراجه. بس راح نشوف سعرها بالله. شوفنا هاي سعرها عشان سعرها؟ هاي 8 رقات حبيبي. 8 رقات؟ ايش قد محركها هذا؟ هاي 200 200 محركها. 200؟ عندها الكتروني. الكتروني؟ شغال كامل. هذا يترقم يعني هنا باوراق داخل قمرق لو ما ما بي؟ حكم مو رقم بس هو موجود داخل قمرق فيه. بس رقم ماكو مو مثل بغداد. يعني اذا اخذها لبغداد ارقمها اقدر؟ عادي هذا رقم تعبدت ترقم هاي منافيس. هذا يقول كله بمنافيس داخل بس الحكومه ما ترقم مالتهم يعني ما اعرف شنو المشكله. مو فين الرقم؟ اي بس بغداد ترقم. بغداد ترقم يعني داخل رسمي بقمرك هذا كلته. وذيك هاي نفسها. هاي قد سعرها صديقي هاي؟ نفسها هذه. ها نفسها بس جاي غير لون. شكلها حلو. شكلها كلش حلو. محركها 200 رقمها من عندك بالصفر. رقمها صفر؟ اي لك واحد ايضا. هاي قد سعرها؟ 150 محرك. انا الشركة بس هاي اعلن. بالله شوف قصرها. هاي شلون سعرها؟ هاي 9 اوراق. محركها 150 هاي؟ 150 محركها؟ 150 اوراق ونص. اشبهها انا بالديوان حسن بس شوية. اشبهها بالديوان البطح. غريب شكلها بس طبعا حلو. هاي بانك الدراجات. طبعا اكثر اللي متوفرات عندهم ايراني يعني ماكو لا بوكسر لا غير اوتوماتيك. بس الحلو دي يقولون انه هنا داخل رسميات بس انت انه موضوع الترقيم بربي ما متوفر لان الحكومه حاليا ما ترقم لكن داخلات بشغله رسميه شلون البوكسر نفس الحاله يعني بين قوسين اذا تقدر تاخذ البغداد اتصور يترقم اتصور. بيها لون اسود بيتشق شوف اي حلوه يعني كدراجه حلوه محرك 200 كلش حلوه. انا طبعا هاي كلش عجبتني احسها يعني احسها عمليه مالتها العداد الواقيات هاي مالتها الحافظات محركها اسود فوق انا احسها كلش عمليه تايرها الخلفي كلش عريض مال انا احس هاي اكثر وحده عمليه اللي شفتها شركه شركه اوبيما اتصور هاي متوفره عندنا ببغداد انا شفت من عندها شو سعرها وقال 9 ورقات 9 ورقات اتصور ببغداد يعني مليون قالوا لنا مليون اتصور ببغداد اذا هي نفسها ان شاء الله هم نصورها ببغداد اذا موجوده. سازوكي طبعا هاي الدراجه احسها يعني رحاله كلش سازوكي بس ما اعرف شنو تفاصيلها بس تشتغل رحاله كلش. طبعا هاي مو للبيع يعني هيك مخلوله مال المحل بس انا حبيت اصورها يعني كلش حلوه.